النهارده اتحاد الكره المصري حدد يوم 24 يناير موعدا لنهايه الدور الاول من بطوله الدوري المصري الممتاز. حاجه يعني حاجه تفتح النفس، احنا بقينا نسمع ايام ينتهي بيها الدور الاول وايام ينتهي بيها المسابقه وايام لمباريات الاهلي والزمالك، وهنتكلم في هذه الامور كلها. الموضوع كلها بقت حاجه محترمه جدا. عموما ماتش الافتتاحي للدوري في النسخه الحاليه هيكون بين طلائع الجيش والمقاولين العرب على استاد جهاز الرياضه، هيكون المباراه في الثالثه عصرا يوم السبت المقبل ان شاء الله 21 من شهر سبتمبر. ان شاء الله يكون هذا الامر جيد عشان لما نختم الدور الاول اللي فيه 24 من شهر يناير نكون مخلصين الدور الاول حقيقي، ما يكونش فيه مباراه مؤجله للدور الثاني، ما يبقاش فيه مباراه مؤجله للادوار القادمه. زي ما حضراتكم شايفين امامكم ده جدول الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، حاجه محترمه جدا. نعرف التواريخ ونعرف الملاعب ونعرف مين هيلاعب مين ونعرف حتى المؤجلات المتوقعه هتكون عامله ازاي، فده شيء محترم جدا جدا جدا. عموما الاهلي